إحصاء العباد راح يمس كل أسرة جزائرية، دونك من تلمسها حتى لتبسها، من إنجلترا حتى لألجي، دونك الأسرة الجزائرية راح يمسها كلها، يمسها الإحصاء بأكملها. دونك الإحصاء العام هو عملية شمولية، سون أوبيراسيون إكزوستيف كما يقولوا بالجورية، تميز بالإكزوستيفيتي الـ جي بي إتش، دونك راح يمس كل أسرة جزائرية، راح يمسها كامل، راح يمس الأسر وراح يمس المساكن، حتى المساكن سوف تحصى. دونك نحصيو الاسر ونحصيو المساكن المساكن سي كلير. دونك حنا نحصيو الاسر العاديه، راح نحصيو الاسر الجامعيه، راح نحصيو دونك دونك حنا نسموهم لي بي ا بي، الاشخاص المعدودين على سي الحيده، دونك اللي عايشين في السجون، الناس اللي في السجون، دونك هذوك فاتروسونسي بطريقه اخرى، ماشي نفس الاستماره. دونك عندنا استماره تخص الاسر، استماره تخص الاسر العاديه وتخص الاسر الجامعيه، عندنا استماره راح تخص دونك الاس دي اف، الاس دي اف دونك الاشخاص دون ماوى، وراح الاستماره تاع لي بي ا بي، هذو لي بيرسون كونتي ابار. نعطيك مثال ضل ديال العجز، هذو كيف كيف هذو كيف ترونسي، دونك تو مود ترونسي سوف لي زامباساد مع لي كونسول، هذو نو كونسي با لو سونسمون. والاجانب الموجودين، الاجانب كيف كيف يفا ترونسي، اجنبي عايش في الجزائر في مقيم وعنده اسره يفا ترونسي، سواء كان عايش في مع الاسره تاعو، سواء كاين عايش في اون باس دو في، باسكو اكتويلمون عندنا بزاف دي باس دو في، اكتويلمون باس دو في عايشين فيهم ليترونجي، هذوك تاني يفا ترونسي. دونك تو مود ترونسي ميز ا بار لي زامباساد ولي كونسولا، هذو نو كونسي.